بعد معاناة طويلة من شحة مياه، اليوم وبحضور وزير الموارد المائية المهندس مهدي الحمداني، تم افتتاح مشروع السابلة الإروائية الضخمة في قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية، والذي يخدم محافظتي ذي قار ونيسان. الحمد لله تمكنت كوادرنا وبتعاون الجميع، بتعاون الأهالي والقوات الأمنية وكوادرنا الأبطال، من استكمال هذا المشروع المهم الذي حقيقة يغذي محافظة ذي قار ومحافظة ميسان التي كانت تعاني الذنائب من مشاكل كبيرة في موضوع تأمين المياه. تم الحمد لله والشكر بعد فتح المشروع إيصال الماء إلى محافظة ميسان ناحية السيد أحمد الرفاعي، وتم الإرواء الأراضي الزراعية خلال فتح المشروع. أنجز هذا المشروع بطول 53 كيلو متر طول لإرواء أراضي تقارب 90 ألف دونم، موزعة بين 50 ألف دونم في حدود ذي قار و 40 ألف دونم في حدود العمارة. المزارعون في قضاء الرفاعي باركوا المشروع، سيما بعدما عانوه من نقص حاد في المياه. في الوقت ذاته طالبوا الوزارة بوضع حلول لمشكلة التجاوزات التي تحدث من قبل بعض المحافظات على حصة القضاء المائية. احنا كنا في السنين السابقة نعاني من شحة المياه، وان شاء الله هذا المشروع ان شاء الله بهذه السنة الجديدة 2021 ان شاء الله مشروع خير ان شاء الله، ويغذي جميع اراضي محافظة ذي قار ومع محافظة ميسان. احنا قبل لا ينفتح هذا المشروع احنا نعاني من شحة المياه، واكو بعض التجاوزات تصير عليها من قبل ري ذي قار، واحنا نطلب من سيادة السيد الوزير انه يتلافى هذه المشكلة. وعادت الحياة تنبض من جديد للاراضي الزراعية في مزارع قضاء الرفاعي بعد انجاز مشروع السابلة الإروائية بطول 53 كيلومترا وبواقع 32 كيلومترا لذي قار و21 كيلومترا يحاذي حدود ميسان. منى البدري، قناة رشيد الفضائية، الناصرية.